بكل ما تعنيه هذه الكلمة. حقيقي النهاردة اللي أنا شفته منكم وشهادة الأساتذة الأفاضل قمم الإخراج الفني والإخراج التلفزيوني والسينمائي، الإعلاميين المحترمين المتميزين، الصحفيين الإعلاميين، كل الحضور، أساتذة الجامعات، حقيقي شهادة بتخلي الواحد فعلا يعني يشعر بالسعادة والفخر، وتريح الواحد من تعب فعلا وعناء كبير قضيناه في خلال الفترة اللي فاتت. كان في ملك شجاع حب ملكة جميلة في مدينة بعيدة، بس للأسف ماتت الملكة عشان كانت مريضة. فقرر الملك الزعلان إنه يعمل فرمان يكون في مقياس جمال واحد لكل البنات في مدينته عشان يبقوا شبه حبيبته. عملنا ريسيرش عشان نشوف مدى تأثير الميديا على البرسبشن أو بيوتي بتاع الناس، وطلع ان ليها فعلا تأثير كبير جدا على البرسبشن أو بيوتي بتاع المجتمع كله. يعني فعلا دول انا يعني براهن عليهم وتحدى بيهم. ده طبعا احبك بس لو طولت شعرك احبك اكتر. خلي بالك انت لو ما جالكيش شغل بسبب شكلك ده انا مش هصرف عليك. كفايه واقفه قدام المرايه، مش ده اللي هياكلك عيش. بيوتي لا بوتي لا بيسا، does it really make a difference in what language it is said? Too many perspectives, too many opinions about what beauty is, and the traits that make a person say, quel beauté. For instance, if you ask una persona española to define beauty, he may say, tener ojos azules es belleza en mi opinión. Whereas, une personne française might say the total opposite, thinking that la beauté vient de l'intérieur de la personne et non de son apparence. If only our eyes saw souls instead of bodies, how very beautiful our ideas would be. You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try. You don't have to try. هو ده اللي احنا عارضينه اوفر اول بالشكل الواضح، بس بالمضمون انه لا مش دي بس الخرافه ان اي حد يضحك عليك، اي حد يوهمك بحاجه مش موجوده، الخرافه اللي انت تعيش الوهم. عندنا كذا حاجه بدانا شغلنا، اول حاجه عملناها شويه موفي بيتكلم ان واحده عندها مشكله ما وهي مثقفه جدا، وحتى الكلاس بتاعها خلينا ايه وهي مذيعه اللي هي برده المفروض اللي هي بتشتغل تقريبا نفس الفيلد بتاعنا، عندها مشكله اقنعوها اللي هي معمول لها عمل، فدي كانت اول شانل. فلما تتفرجوا على الموفي هتعرفوا هي اتعاملت مع الموضوع ازاي. عندنا شانلز تانية بقى، عندنا عملنا دوكي دراما وده كان بيتكلم مني على الاضرحة، عشان احنا حبينا نتكلم على فكرة الخرافات ان هي مش بس يعني منحصرة في فكرة الاعمال والسحر والدجل والشعوذة، لا الاضرحة في ناس كتير قوي مؤمنة بيها ومؤمنة بفكرة اولياء الله الصالحين كأنهم يعني هم الوسيلة اللي هتحقق احلامهم، وهتشوفوه طبعا وهتعرفوا حقائق كتير جدا. وعملنا طبعا في حاجات في الصحافة جورناليزم، عملنا انترفيو مع ترابي لان دايما الستيريوتايبينج او اي اول انطباع بيتاخد عند اي حد ترابي انه مش مثقف، انه شكله وحش، انه بلطجي، بس الحقيقة هو مش كده خالص، هو خريج هندسة مساحة المفروض هو يبقى مهندس، بنته عميدة كانت الاول عميدة في كلية هندسة دلوقتي بقت دكتورة، وهو شكله لو صورته هتلاقوا شكله اللي هو لابس بدلة لابس كوت مهندم جدا وشكله كويس جدا، وراجل مثقف بس في الاخر شغال ترابي. كلية لغة والإعلام يعني دي كلية يعني أنا بعتز بيها جدا طبعا،
يعني فعلا انا الحمد لله فخور ان عندنا هذه الكليات في الاكاديميه العربيه للتكنولوجيا النقل البحري. الواحد ما بيشوف كده الحمد لله طلبه الكليه البحريه، طلبه الهندسه، طلبه الاداره، الحاسبات، التكنولوجيا، المصايد، يعني مش عايز انسى كليه نقل الدول والوجستيات. بشوف بقى النهارده الكليه اللي هي انا الحمد لله كان يعني قراري ان انا اضمها لاسره الاكاديميه، كليه لغه والاعلام، اللي هي بتخرج النهارده او يعني بنجهز اول دفعه فيها للتخرج. فخور بهؤلاء الخريجين، بهؤلاء الشباب اللي هم فعلا قدروا يثبتوا ذاتهم قدام عمالقه الاعلام وعمالقه الفن، وسمعنا كلمات فعلا بتسلك صدورنا وبتخلي الواحد فعلا مطمن ومتفائل، وبيقول فعلا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اجتهدنا فعلا من اجل هذه الكوكبه من ابنائنا من الاكاديميه. فانا الحمد لله النهارده مش حاسس باي تعب، بالعكس انا سعيد جدا وفخور جدا، واقول لهم يعني الف الف مبروك، اضافه كبيره لمصرنا الحبيبه واوطاننا العربيه، وبقول لهم ان اكاديمياتكم عمرها ما تخلى عنكم في كل مراحلكم اللي جايه ان شاء الله. ليس معنى التخرج النهارده ان انتوا يعني ده نهايه علاقتكم بالاكاديميه، بالعكس انتوا الاكاديميه معاكم وبيكم، لان انتوا الالومناي، انتوا الخريجين بتوع الاكاديميه اللي هتدفعوا الاكاديميه للامام، فبالتالي الاكاديميه عمرها ما هتتخلى عنكم ابدا. فخور بيكم، فخور بالاكاديميه العربيه، الف مبروك. بالعكس ده في زي كتير، انت بتسمعي نفسك روحك في عالم راحتك فيه مهما تقالف قمعك، شايفين حبك ليها شدك مهما تخلي حلوة الفيل الشراكة بشدة. فينوس قلبي برضو حزين، فينوس حاجات ده اللي بتفكري فيه. Oh, how much do I hate being locked up in the stubbornness at my feet in a statue state. So look it, I'm even caged in my mind, my heart, and faith. But it's time for me to run, to set my lungs free. محطة
حتى نكون مودعيها. أفلا تستحق محطتنا هذه أن نقف قليلا قبل أن نودعها لنسمع سويا كلمة القسم من طلاب الدفعة الأولى لكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية. أقسم بالله العظيم أن أحترم عملي وأن أزاوله بشرف وأمانة وصدق، وأن ألتزم الحقيقة، وأن أشارك بفكري في تنمية المجتمع وحماية حقوق أفراده، وأن تكون مصلحة الوطن هي غايتي ما حييت، والله على ما أقول شهيد. عايزة أقول كلمة صغيرة قبل ما نكرم ضيوفنا النهاردة، عشان الشغل ده يطلع للنور في فريق عمل وراء المشروعات دي كلها. عايزة أشكر زميلي الأستاذ الدكتور ياسر الشامي، والزميلة العزيزة الدكتور أميرة إحسان، وأختي وزميلتي الدكتور إيمان محفوظ، وإيمان عصام الشباب الواعي، وزميلة رنا خالد، وجنود اللحظة الأخيرة الدكتورة بسنت عطية، والصديق العزيز الزميل محمد فؤاد. انا عارفه ان هو مش هيطلع النهارده لان هو مش عارف ان هو، انا عايزه اسلم عليه واكرمه. فين محمد؟ شكرا يا محمد، شكرا. طيب شكرا قوي. كل ده كان لما شفت عينيه حن شغلت عليه حن قلبي وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه.